صورة الأسبوع، المية المباركة. هوريكم صورة المية المباركة، مش في مصر بس، ده كمان في مباراة شبيبة الجزائر ومازيمبي. والمية زي ما انتم شايفين الصورة كده بيرشها على شبكة المنافس. ليه؟ عشان الإجوان تيجي، عشان الإجوان تخش. طب يا جماعة ما انتم بترشوها على شبكة المنافس، ما انتم في الشوط الثاني بتقفوا في نفس الجون، بتقفوا في نفس الشبكة، ولا بتغسلوا الشبكة ولا بتغيروها. المية المباركة أصبحت موضة في كرة القدم. شمهورش احتل كرة القدم. يعني زي كده سيد معوض بيسبح عجل لفك سحر الإصابات. وعلى سبيل التفاؤل والتشاؤم، قصة الملابس والأطعمة والفندق والمواعيد التي تصنع فوز الزمالك. أصبح شمهورش هو المتحكم، وبكرة بقى نشوف إيه. بدل ما نتعاقد مع مدير فني وندور على مدير فني من أفريقيا أو من أوروبا ونجيب أسماء، هنتعاقد مع شمهورش أو مع فراكوش ابن برتقوش عشان يدرب فرقنا. وكمان بالمرة نجيب، بدل ما نتخانق على عبد الله السعيد ونتخانق على شيكابالا ونتخانق على مصطفى كريم، هنتعاقد مع جني من الجن الأحمر عشان 11 لعيب هنا و11 لعيب هنا، ونشوف في أرض الملاعب المصرية عفركوش ابن برتقوش بيدرب الفريق ولب نفس الملابس اللي احنا بنلبسها في المباراة اللي فزنا فيها، نلبسها في المباراة دي عشان برضو نفوز. وداعا للعلم والتخطيط والتكتيك، وداعا للكتب، وداعا لكل حاجة. عمنا شمهورش قاعد مستني، ونروح للحاجة فلانة والحاج فلان ومولانا فلان يعمل لنا حجاب للشبكة ويخليها عذراء، أو حجاب عشان المنافس يجيله أنفلونزا وما ينافسناش. إيه يا جماعة في إيه؟ وصلنا لهذه الدرجة؟ طب ما نقفل كرة القدم، ونقفل الأكاديميات، ونقفل الأندية، ونتعاقد مع عفاريت علشان تفك لنا السحر، ونذبح عجول، ونعمل أحجبة المحبة. وعلى رأي الفنان الكبير الراحل العظيم أحمد زكي، نلعب بقى تربنتوش التربنتوش، بقينا شباب وكنا شباب وبقينا شيوخ، ونلعب بالبيضة والحجر. وكان نفسي أجيب لكم بصراحة 4-2-4، نشوف يونس الشلبي يتعاقد إزاي مع العفاريت عشان يكسب المباراة.